آية الكرسي، آية في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية إذا قرأتها في الليل لا يضرك شيء إلى أن تصبح، ولا يقربك شيطان. زاكي جنة، قرآن جان بقرة جان، ماجمك بومني إنا، بقى آيات الكرسي، ماجمك بومني إيه بقرة جان، يحفظ الله في الليلة هذه كاملة. آيات الكرسي، كرسي، جريسة آيات الكرسي، كرسل، زاكي جنة. في سورة البقرة. زاكي جنة، أم زوامينا. 편안하게 잠들 수 있다. 어떤 악몽으로부터 어떤 괴로움, 그다음에 불면 이런 것부터 이런 것으로부터 벗어나서 편안하게 잠을 잘 수 있다. 이렇게 이야기하십니다.